مساء الخير على حضراتكم أعزائي مشاهدي ومتابعي العاصمة في كل مكان، مع حضراتكم ويعني في انفراد جديد للعاصمة. معانا النهاردة أستاذ القانون المستشار محرم لاشين، محامي كروان مشاكل. يعني زي ما حضراتكم عارفين القصة، وعارفين قصة كروان اللي كانت مثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، وقصته مع إنجي حمادة وفيديو المطبخ اللي حضراتكم كلكم عارفينه. النهاردة هنعرف تفاصيل جلسة تجديد الحبس لكروان مشاكل، وإيه أقواله وإيه اعترافاته، وإيه يعني الأقوال اللي نفى بيها كلام إنجي حمادة. ده كله هنعرفه مع حضراتكم في اللايف معانا. الأول بنرحب بحضرتك يا سيادة المستشار، أهلا وسهلا بحضرتك يعني يا منورنا على العاصمة. رب يديك الصحة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف بقى إيه آخر التطورات في قصة كروان مشاكل. النهارده كان في جلسة التجديد بتاعته وخد استمرار 15 يوم. 15 يوم. طيب عايزين نعرف لما اتقبض عليه، يعني بداية كده من لما اتقبض عليه وكان هربان، كان يعني مختبئ تقريبا عند خالته شادية زي ما هو قال في سهاد. محافظة سوهاج بالظبط، وتم ترحيله طبعا هنا لمحكمة القاهرة الجديدة. فعايزين نعرف من حضرتك يعني لما شفته كده، او حضرتك يعني تواصل معاك ازاي، او يعني اختار حضرتك، او حضرتك يعني مسكت القضية بناء على ايه؟ بناء اللي هو اول ما اتمسكت انجي حماده، تمام. اول ما اتمسكت على طول جالي المكتب هنا وقال لي يا سبحان الله انا عايز اتعامل معاك والموضوع كذا كذا كذا. انا ما كنتش اعرفه الا من خلال لما جالي المكتب هنا. قلت له ايه الموضوع بتاعك؟ قال لي الموضوع كذا 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 كذا، وحكى لي قصته كلها مع انجي. وانا بالفعل دخلت على التيك توك وشفت الفيديوهات وشفت الحاجات اللي للاسف الواحد يستحي يتفرج عليها اساسا. بس الولد على فكره مظلوم، الولد عنده اعاقه، الولد مريض، الولد تم استغلاله يعني. وبناء عليه عمل لي توكيل واداهولي وبعد كده اختفى، انا ما اعرفش عنه حاجه بعد كده. يعني هو اول ما عرف خبر القبض على انجي حمادة فورا يعني لجأ لحضرتك بالظبط وطلب منك الدفاع عنه، بالظبط. وحاليا اهله بيتواصلوا معايا. بس هو اكيد يعني لجأ لحضرتك عارف ان هو غلطان، يعني هو ارتكب خطأ. هو عارف ان هو اتدبس يعني، هو اتضحك عليه، هو يعني هو عارف الفيديوهات اللي حصلت ديت، بس هو مش عارف مداها ومش عارف خطورتها ايه ومش عارف عقوبتها القانونيه ايه. زي ما قلت لحضرتك عشان هو عنده اعاقه ذهنيه، الولد مستلم، الولد عنده مريض يعني مش طبيعي زيه وزي حضرتك. الولد بالفعل الولد كان بيضحك عليه وبيتم استغلاله واستغلال اعاقته، وبيقول له تعالى اعمل كذا، بيقول لهم امين. قبل ما بيعملوا فيديو وقبل ما بيعملوا اي حلقه بيعدوها مسبقا، قبل التصوير بيعدوا كل واحد دور كل واحد فيه هيعمل ده ايه. ده كروان هيعمل كذا وانا هعمل كذا وانت هتعمل كذا وده هيعمل كذا، اكنه بيمثل في مسلسل زي ما مثل في المسلسلات زي ما سمعنا. تمام. طيب يعني حضرتك لما جه واتكلم معاك هنا قالك ايه بالظبط؟ قالك انا عملت ايه، او انا اتدبست، انا دخلت في مصيبة؟ بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، هو نفس الكلام بتاع حضرتك. انا اتدبست ودخلت في مصيبه، وانا ضحك عليا وانا ما اعرفش حاجه، وانا قالوا لي اعمل كذا عملت كذا، وانا كان انا ما اقصدش ده كله، وما اقصدش الشغل الاعلامي ده كله، ولا اقصد الفيديو ده اتعمل عشان خاطرها هي مش عشان خاطر انا، عشان هي تاخد ترند على حس ان انا خدت شهره وخدت ترند على التيك توك. طب قال لحضرتك ان هو اللي شير الفيديو ولا هي اللي لا يا شيرته؟ فندم، هو هي اتصورت هي من تليفونها الشخصي وهي اللي شيرت او بعتت الفيديو دوت اللي انا عرفته منه شخصيا، اللي هي صورت بالتليفون الشخصي وحولت الفيديو دوت بعد ما صورته لواحد اسمه بطاطا ولا ما اعرفش اسمه ايه، هو اللي شيره. لكن احمد علي او كروان لم يصور الفيديو ولم يشيره. تمام. طب هو قال في اعترافاته ان والدته هي اللي صورت الفيديو اللي كان في المطبخ. لا الكلام ده مش مظبوط، انا حاضر معاه التحقيقات كلها، ما قالش الكلام ده في التحقيقات خالص. مين اللي صور الفيديو؟ انا قلت لحضرتك هي مصوره من تليفونها الشخصي، اللي مصور الفيديو اللي كان موجود معاهم كان واحد اسمه بطاطا تقريبا، ما اعرفش. اللي هو صاحبهم ده بطاطا اللي هو كان مع كروان بيظهر معاه في الفيديوهات بقى. ما اعرفش انا شخصيا. تمام. هل يعني تم استدعاء بطاطا ده لسه التحقيقات ما زالت مستمره، لسه 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 التحقيقات؟ التحقيقات محل التحقيق، ما احلى محل التحقيق لسه. حضرتك طالبه في التحقيقات ان هو يحضر؟ لا الكلام ده مش هينفع، ما ينفعش يعني، دي اصلا بقى تاخد تمام تحقيقات ما ينفعش طبعا، ما ينفعش نقول على الهواء. تمام طيب خلينا هو دلوقتي خد 15 يوم تمام. جلسة اللي هي فيها تجديد ال 15 يوم، 15 يوم من النهاردة ولا في لا هو ان شاء الله تحدد له جلسه 13 12، 13 12 ان شاء الله جلسه التجديد القادمه باذن الله. 13 12 هي نفس الجلسة بتاعت انجي حمادة؟ بتاعت انجي حماده. يعني هو انجي حمادة هيكونوا في نفس الجلسة عشان هم عملوا لهم قضيه واحده. بالظبط. فهم جمعوهم مع بعض.
طيب يعني هي هو تجميع بس علشان هما يكونوا مع بعض، مش اكتر يعني. عشان ما احضر واحد. تمام. طب موقفهم ايه؟ عايزين نعرف موقفهم انا هتكلم والحق. بالنسبه للموكل، مش هتكلم بالنسبه للطرف الثاني. بالنسبه للموكل، موقفه اللي هو يعني ان شاء الله خير باذن الله، بحكم ان هو الولد ما يقصدش اللي حصل ده كله، ما يقصدش الضجه الاعلاميه اللي حصلت دي على الفيديو، وما يقصدش اللي ورا الفيديو. يعني هو ما يقصدش المعنى اللي وصل للناس. اي نعم فيديو غير لائق اخلاقيا، ولكن الولد بالفعل ما يقصدش، عشان الولد مريض، الولد ما مش فاهم هو ايه مدى اللي بيعمله دوت. هو كان بيقولوا له هنمثل حلقه معينه، او هنطلع في اللايف نقول حاجه، او هنعمل حلقه مسجله عشان تعمل ضجه اعلاميه، وعشان 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 بناء عليه الولد كان بيعمل الفيديو. لكن الولد ما عرفش مدى الفيديوهات دي ايه، او معنى اصح ما يقصدش المعنى، او ما يقصدش اللي ظهر للساده المشاهدين. يعني هو مش عارف، يعني هي مثلا انجي حمادة قالت ان الفيديو ده فعلا مسيء وما كانش ينفع ان هو يتنشر على مواقع السوشيال ميديا. هل كروان برضو ما كانش عارف ان الفيديو ده مسيء؟ لا، ما كانش عارف. هو اللي هو عارف زي ما قلت لحضرتك، اللي هو بيمثل، بيطلع بيعمل فيديو. قبل ما بيعمل فيديو بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا مع بعض، كل واحد دوره هيكون ايه في الفيديو او في الحلقه اللي هيمثلوها مع بعض، او بيصوروها مع بعض، او بيعملوا لايف مع بعض. هو اكنه بيمثل. هو دايما بيقول لك انا فنان، يعني حتى انا فنان، انا مش عارف ايه. هو الولد مريض، الولد مش كامل الاهليه، الولد مش كامل الاهليه، عشان نحاسبه زيه زي الطبيعي. طيب لو هنتكلم في يعني موضوع كروان ممكن يوصل لفين، او ممكن العقوبة توصل لفين بناء، يعني حضرتك شفت التحقيقات وشفت يعني التهم المنسوبة اليه، فعايزين نعرف من حضرتك ممكن يعني كروان يتلقى مثلا عقوبة قد ايه؟ ما ينفعش اتدخل في صورة القضاء، ما ينفعش. طبعا ده لسه المحضر محل التحقيق، ولسه ما نزلش محكمة موضوع محكمة الموضوع، ومحكمة الموضوع هي اللي هتفصل مش انا. فما ينفعش ابت في حاجة قبل ما يتم مناقشتها والمرافعة فيها وصدور حكم قضاء فيها. بس هو الموضوع بقى رأي عام، ويعني النيابة زي ما حضرتك قلت أخدت وقت طويل في التحقيقات مع كروان، ويعني أكتر من شخصية اهتمت بالأمر، معنى ذلك إن الموضوع كبير مش صغير. هو موضوع خد ضجة إعلامية، يعني الموضوع يعني الموضوع كبير عشان الضجة الإعلامية اللي حصلت. طيب لكن في فيديوهات كتير وفي قنوات كتير على تيك توك كتيرة جدا للأسف، أكتر من كده، وبنشوفها يوميا حتى يومنا هذا. خلينا نقول لحضرتك بس إساءة كروان كانت كبيرة، سواء هو الفيديو طبعا للصحفيين، للمحامين، يعني لأشخاص يعني كمان بعينها، يعني في أشخاص ذكرها بالسب طب ووصفها أنا بألفاظ. هرد عليك في اتفضل. سؤالك، هل ده يعقل؟ في شخص طبيعي يعمل الكلام ده كله؟ يعني في شخص طبيعي يطلع كده ويشتم ده ويشتم ده ويشتم ده ويشتم ده ويقول ده على كذا هل ده تصرف شخص طبيعي؟ ما ده يأكد كلام ان الولد مش طبيعي. حضرتك طلبت يعني الكشف على كروان، اه أو طبعا 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 طلبت صورة يعني لحالته الصحية؟ طبعا طبعا، كشف على التوقيع، كشف الطبي عليه لبيان مدى سلامة قواه العقلية. ده بخلاف طبعا الإعاقة البدنية عنده عشان الأطفال. هو عنده إعاقة فعلا. طيب يعني ده هيظهر امتى، او حضرتك هتثبته امتى في التحقيقات يعني؟ هي لسه اتحادنا مستمر. تمام. طيب يعني عايز تقول كلمة حضرتك في نهاية اللايف معانا، عايز تقول كلمة خاصة بمشكلة كروان أو بالقنوات المنتشرة على التيك توك وبتعمل نفس المحتوى؟ بالنسبه لكروان، الولد ده اتضحك عليه، الولد ده تم استغلال شهرته على ده، او الترند اللي هو خده على تيك توك، وتم استغلال مرضه والاعاقه الذهنيه اللي عنده، اللي هو مش مدرك خطوره اللي بيعمله ده ايه، وبناء عليه تم عمل هذه الفيديوهات الاباحيه اللي انتشرت في الاونه الاخيره. ده بالنسبه لكروان. بالنسبه للشباب، كل واحد ياخد باله يا جماعه، بلاش الفيديوهات الهابطه ديت، وبلاش الايحاءات الجنسيه، وبلاش الفيديوهات اللي هي المنتشره على تيك توك ديت. يا جماعه كل شيء الحمد لله عندنا اجهزه امنيه بترصد كل شيء. صحيح. فيا ريت يعني اي حد ماشي في السكه دي يعني يتعلم، او خد بقى اللي يعني ايه، اتعلم اللي قبلك. اديك انت شايف اللي بيعمل فيديوهات بيوصل لحد فين. فيا ريت نتراجع ونرجع لقيمنا واخلاقنا اللي احنا اتربينا عليها، وقيم المجتمع المصري، احنا شعب متدين بطبعه. فيا ريت نبطل المحتوى الهابط دوت، والله المستعان. يا رب ان شاء الله. حضرتك لما قابلته النهارده كلمك قال لك يعني حب يطمن منك؟ لا انا ما قابلتوش، هو كان تسجيل اونلاين. اونلاين، عن طريق الكاميرا. بنشكر حضرتك يعني ساعة المستشار، يعني كان معانا ومع حضراتكم مستشار محرم لاشين، يعني الدفاع عن كروان مشاكل، وزي ما شفتوا في اللايف
هو كان معاه جلسة تجديد اليوم، وهينزل جلسة الأخرى القادمة إن شاء الله يوم 13/12، هو والمتهمة إنجي حمادة في يعني القضايا المنسوبة إليهم بالنسبة للفسق والفجور، أو يعني نشر يعني الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهم أخرى. بنشكر حضراتكم أعزائي مشاهدي متابعي العاصمة شكرا في يا كل فندم، مكان، بنشكر حضرتك شكرا يا أساتذة فندم، الاستشارة، شكرا يا فندم، شكرا نورتينا. جزيلا، السلام عليكم.